هذا القالب، قالب اللعق نحاس، نحاس 0.25%، قالب اللعق الذي أسسه النحاس 0.25%. هذا قالب اللعق الذي أسسه، يعني هذا ملتي مينيرو، هكا سي ان في ملتي مينيرو، مكمل معدني فيتاميني مع شوية مولاس مع شوية ملح مع شوية يوريا. هذه مالتي نيتريانت، يوريا مالتي نيتريانت مولاسز بلوك اليو ام ام بي بنسبة 2%. هذه نفس الشيء مولاس مالتي نيتريانت، يعني فيتامين ومعادن، ملح، يوريا، هذه نفس الشيء يوريا مولاسز مالتي نيتريانت بلوك. انظر هنا القضم، يتم تم القضم هنا، هنا في الأسفل اللعق، يعني هذه يوريا بنسبة 2% أيضا. هذا راه يميل لونه للأصفر قليلا. هذه الكبريت 3%، هذه كالسيوم 8%، كالسيوم 8%، هذه فوسفور كالسيوم. هذه تمت هندسته بشكل سيء، نسبة الفوسفور كانت مرتفعة وبالتالي اللعقة كان منخفضا جدا، لأن الفوسفور من بين المعادن التي امبالاتيبل، الحيوان لا يشتهيها، مثل المغنيسيوم أيضا، يعني يفقد الشهية، لا يحبذها في الأكل، غير مشهية، نعم امبالاتيبل، فيها نسبة الفوسفور تمت هندستها بشكل خاطئ. هذه تميل للون الأصفر، هي تظهر بيضاء هكا في الكاميرا. نسبة الكبريت 3%، هذا الكبريت 3%. هذه كالسيوم 8%، وهذه مالتي نيتريانت يو ام ام بي، يوريا مالتي نيتريانت مولاسز بلوك 2%، يوريا اللي هي 2%، هي اللي 2%، يوريا 2%. هذا كنا كل الناس صنعناها في فيديوهات مختلفة. إلى اللقاء.